عم نحكي عن موضوع التعلم عن بعد أو التعليم عن بعد. هذا الموضوع اللي يعني فرضته علينا الظروف وفرضته علينا جائحة كورونا، وخلينا نحكي يعني أجبرتنا أنه نفكر نبتكر نشوف كيف ممكن يعني بهاي الظروف اللي متعرض لها أنه يكون في عنا طريقة عشان نوصل معلومات لطلابنا ونوصل المعلومة الصحيحة ودروسهم يأخذوها على أكمل وجه. ما بين خلينا نحكي مؤيد ومعارض للتعليم عن بعد، ما بنقدر ننكر انه بالاردن هاي تجربة جديدة تماما، كان في تجارب بسيطة ولكن زي ما حكينا الظرف الصحي اجبرنا انه نعمل تجارب جديدة ويكون عندنا التعلم عن بعد كشكل رئيسي ومحور رئيسي الناس عم تتعامل معه، اهالي الطلاب عم بتعاملوا معه، والطلاب شخصيا عم بتعاملوا معه. في ظل يعني هذا الموضوع برضو كمان تعرفنا على منصة تعليمية رائعة جدا راح نعرف اكثر عنها، وهي منصة ابواب. ما شاء الله خلال يعني فترة التعلم عن بعد كنا نشوف اعلاناتها مليانة بالشوارع ويعني حابين برضو كمان نعرف عنها اكثر، عشان هيك معانا الان خبيرة المحتوى الاكاديمي بموقع ابواب الدكتورة وداد الجمل. دكتورة وداد صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيكي، يعطيكم الف عافيه وتحياتنا لك، نشكرك على وجودك معنا عبر برنامج جوك موقع طقس العرب. الله يسلمك. الله يسلمك. بدايه كلنا انا لانه الحمد لله رب العالمين اصغر اخي عندي سنه رابعه جامعه، فهلا بالنسبه لموضوع المدارس بطل عندنا كثير خبره، ولكن الكل سمع حتى اللي ما عنده ناس في المدارس عن منصه ابواب. كيف طلعت خلال هاي الفتره السريعه؟ ما شاء الله عملت يعني ادد فاليو، عملت اضافه ممتازه لموضوع التعليم عن بعد، وكثير عم نسمع انه والله عم باخذ على ابواب، عم بفوت على ابواب. بدنا نعرف اكثر ونتعرف اكثر على منصه ابواب التعليميه. اول شيء يعطيكم العافيه وجد شكرا على هذا البرنامج الكثير حلو. بداية انه ابواب مش بس طلعت بفترة كورونا، نعم. بس انه الناس عرفتها كتير بفترة بالضبط. كورونا وبفترة نعم. الجائحة هي من 2019. ما شاء الله. فاحنا يعني كنا عم بنفكر كيف ممكن نقدم تعليم مختلف للطالب ونساعده انه فعلا يتعلم وفعلا يجتاز نحكي التحديات اللي بتواجهه في اثناء عملية التعلم في اي ظرف من الظروف. واحدة من الظروف اللي احنا كثير كنا بنعاني منها اللي هي حالات الطقس، فكنا نعطل المدارس يوم الثلج، نعطل المدارس اذا في سيول، اذا في اشياء منخفضات شديدة، وبالتالي تنقطع عملية التعلم، يصير بدهم يمددوا الفصل الدراسي. صحيح. اشياء طبعا. زي هيك. فكانت الفكرة انه بدنا نعطي تعلم لهذا الطالب يستفيد منه وقت ما بده، كيف ما بده، وبالطريقة اللي بتعجبه. فاجت ابواب بفكرتها. حلو. هلا شو ابواب بطريقة مختصرة؟ ابواب عبارة عن مجموعة من الدروس، كل درس بيحتوي على مفهوم لمفهومين، ما بيتجاوز الفيديو مدته من 5 إلى 10 دقائق في حال انه في حل رياضيات كتير فمنوصل للعشر دقائق، لكن احنا المفهوم بنحاول نقدمه بوقت قصير بفكرة واضحة وبطريقة قريبة للطالب. ليه الوقت القصير؟ لانه هلا لو بدنا نيجي نحضر موفي كامل احيانا ما بتقدر تكمله. صح. خلص بتمل، بصير في عندك اشياء ما تانية. بالك تعليم فما بالك تعليم وشو بتحس حالك قاعد مجبور ويلا. صح. وبدي ادرس. فهون صفى انه بدنا نطلع للموضوع بطريقه ثانيه. صح. انا بدي اتعلم بس وانا مستمتع. حلو. بدي اتعلم وانا بلعب. حلو. بدي اتعلم وانا مرتاح كيف ما بدي. فاجت فكره فيديو قصير مفهوم مترابط وبنقدمه للطلاب بطريقة ممتعة. تمام. يعني صراحة جدا رائع، وأنا العجبني حكيت إنه إحنا عم نحكي عن تجربة بدأت بال 2019 يعني ما قبل كورونا. بالضبط ما يعني قبل الحمد كورونا. لله رب العالمين إحنا زي ما يقولوها رب ضارة النافعة، إجت خبرة التعلم عن بعد أجبرتنا إنه كورونا أجبرتنا نكون فيه يعني عندنا تعلم عن بعد، فخلينا نحكي استخدمنا هاي الخبرة اللي موجودة سابقا. نحكي عن موضوع التعلم عن بعد، في ناس ما زالت ضد هذا الموضوع. احنا عم نحكي عن منصة انتم ان شاء الله عندكم خبرة قبل بسنة من هذا الموضوع، الدول العالم كلها عم تلجأ لموضوع التعلم عن بعد، ولكن على ما يبدو انه احنا الناس بوجهة نظرها انه لا احنا لسه بحاجة اكثر. احنا كالاردن وكمنصة ابواب وكتعليم عن بعد بشكل عام،
حاليا ليه في كثير ناس ما عم بتحبذ التعلم عن بعد؟ هل هم زهقوا من اولادهم في البيوت؟ هاي واحدة من النقاط. من النقاط الثانية انه احنا بفترة كورونا كان التعلم عن بعد هو عبارة عن تعلم او احد اشكال التعلم بالازمات. هلا التعلم بالازمات احنا بنفوت عليه زي فزعة وطن، يلا مباشرة، يلا يلا الولد يدرس كل الساعات بده يقعد يدرس فيهم، مش عارف ايش، الام بدها تتابع اول باول، بدها تضل موجودة معه، فمنشعر انه روتين اليومي تبعنا بالبيت اختلف، فمشان هيك كانت هي في التعلم بالازمات. لكن اذا بدنا نيجي فعلا للتعلم عن بعد، لا موضوع مختلف شوي. بدنا نتطلع على وقتنا، بدنا ننظمه بطريقه صح. الطالب فعليا بده يعرف انه من الساعه كذا للساعه كذا انت بدك تروح تدرس، بس الساعات هدول فري مع الطالب. يعني نفترض انه الطالب بيسهر بالليل، فبالتالي بنام الصبحيات، فأنا مش مضطر إني أصحي الساعة 8 يلا قوم أدرس هلأ وقت دراستك. هو متى بيصحى؟ طيب متى بياخد فطوره؟ شو الوقت اللي بيناسبه علشان يبلش؟ يس إله بده يلتزم فيه. لنفترض حكى أنا من التنتين للأربعة، خلص أنت من التنتين للأربعة هاي أمامك لدروس، تابعهم بالطريقة اللي بدك إياها. هلأ الإشي الحلو في التعلم عن بعد نحكي، وبالذات في منصة أبواب، شو جينا عملنا علشان الطالب يشعر حاله انه فعلا عم بينجز وعم بحضر، مش انه بس انا عم بتسلى وبحضر الفيديو وبمشي. بعد كل فيديو في اسئله كويشن له لهذا الطالب، ثلاث اسئله، بحضر الفيديو بجاوب عليهم، ممكن يطلع له سؤال أو سؤالين او ثلاث حسب مستوى الطالب وكيف سرعته بالاجابه. فهلا اذا جاوب الطالب بيشعر انه والله انا انجزت، يلا بتلاقي اخذ دافعيه يلا نفوت على الفيديو الثاني. حكيتي انت الاستمتاع بالضبط، طالما انا دخلت الاستمتاع، طالما شديت الطالب شديته صحيح، وغير الاستمتاع انا عم بشوف النيدز تبعته واحتياجاته. هلا هذا الطالب في طالب بحب يدرس بطريقه بصريه، بحب يشوف اشياء بتتحرك قدامه، فاحنا حطينا الانيميشن الصوره والحركه. في طالب بحب يسمع، فاشتغلنا هون كثير مع المعلمين اللي موجودين عندنا، وصراحه كثير يعطيهم العافيه، بتعبوا وبتعبوا على حالهم زي ما بتعبوا على الماده. يعني على الرغم من انه مثلا استاذ له 15 سنه بدرس رياضيات او له 15 سنه بدرس علوم، لكن بيقعد بحضر بطريقه مختلفه لانه عرضه بده يكون بطريقه مختلفه، فبتعب على حاله بطريقه الصوت، بطريقه كيف بده يقدم هاي الماده. وفي طالب اللي هو النوع الثالث انه لا هو بصري ولا هو سمعي، بحب يتحرك، بحب يتفاعل، بحب انه حدا يشغله، فكمان هاي اشتغلنا عليها. ففي عنا واحدة من الفيتشرز والاشياء اللي موجوده اللي هي الديسكشن بورد، النقاش. بعت لي سؤالك اسالني مباشرة، بنوصله مع الأستاذ. ممكن الأستاذ يكون في لايف شات مع يس هي مش لايف شات لايف، بس إنه عمليا السرعة اللي بنرد فيها زي كأنها لايف شات رسميا. أوكي. يعني أدول الأشياء اللي أنت حكيتيهم، السمعي والبصري والتفاعل كذا، لو رنيت يا أبوي حيحكي لك أسامة ما عنده ولا واحدة منهم. كيف سلك في المدرسة ودي تحرم لا هو يعني أنت عم بحاول أشوف احتياجاتي أنا لما كنت طالب مدرسة ولا أي شيء. لا هو أنت بتكون ضمن اللي بيشعر إنه أنا لا ما بديش أسمع ولا بدي هاي، فهو بيكون عمليا بالتفاعلي بده يشتغل بإيده، بده يتعلم من نحكي من تجربته الخاصة. فهاي كمان احنا بعطينه مجال فيها. أبوي قاعد أربعة أيام صافن، كيف يعملها؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب بدنا نحكي مع بعض برضو كمان عن الفصل الجديد. بدنا نصائح للطلاب، لأهالي الطلاب برضو، عن الاستعدادات للفصل الجديد، يعني والتحضيرات للفصل الجديد القادم، اللي نعرف جزء منه حيكون وجاهي، جزء منه حيكون تعليم عن بعد، جزء يعني أنا هاي الخربطة مش كثير فاهمها بالزبط. ولكن بدنا نوجه نصائح بشكل عام. في ناس حترجع للتعليم الوجاهي بعد غياب دام لأشهر يعني، وفي ناس خايفة ترجع وبتحكي ناس خايفة لك ترجع أنا ما بدي أرجع كدا. بدنا نحكي عن هاي النصائح، بدنا نحكي كمان كيف ممكن مشاهدينا يستغلوا منصة أبواب خلال برضو الفصل القادم بالضبط. هلأ أنا اسمح لي أحكي أنه في عرض خاص أصلا من أبواب للطلاب تمام. اللي هلأ عم بتابعوا البرنامج معانا وعلى جوك، يعني العرض أنا بالضبط ما بعرف إيش هو، بس إذا هم حابين يعرفوا إيش هو بس رنوا على الرقم 0785366257 وراح يعرفوا العرض اللي موجود. هذا علشان نحفزهم علشان الفصل الجديد اللي جاي. هلا شو بده يصير على الفصل الجديد؟ بجميع الحالات احنا لازم نتجهز شو ما كان نوع التعلم اللي بده يصير. بس هي نصيحة كتير صغيرة 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 هالقد لأولياء الأمور، مش ضروري ابني يطلع عبقري وجاب 100 بكل المواد وعرف كل تفاصيل الكتاب. هلا احنا عم نحكي عم نتعلم اثناء ازمه،
فبهمني كثير انه يكون عارف اقل ما فيها الاشياء الاساسيه، القواعد اللي لازم يبني عليها معرفته. فالوضع الطبيعي انه لما رح يجي يداوم الفصل الثاني انه رح يكون في عنده فجوه معرفيه، وسموها فقر التعلم اللي صار عندنا بالبلد او بالعالم كله طبعا. يعني هم هيك سموها المسمى العالمي تبعه. فعمليا قديش انا بقدر اني اجي اغطي من هاي الفجوه، قديش انا بدي اكون مستعد نفسيا للخطوات القادمه. كيف بدي استعد نفسيا؟ بدي افوت اول إشي متوكل على ربنا، هذا واحد. اثنين، بدي افوت بهمة. مش ضروري انا تعرضت لموقف بالمدرسة المس سألت سؤال انا معرفتش اجاوب انه لا الدنيا خربانة ارجع عيد الفصل، مش اخر الدنيا. بالضبط، مش اخر الدنيا زي ما حكيت، يعني بالنهاية نجحنا. هاي النقطة المهمة. ونقطة كثير 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 مهمة انه ننظم وقتنا وما نضغط على اعصابنا كثير. يعني طلاب واحنا كلنا قدرات، اللي مش شاطر بالرياضيات ممكن شاطر بالعربي، ممكن شاطر بالفن، ممكن شاطر يعني خليه بالضبط، خليه يكتشف طبعا. حاله خلينا طبعا. بالعكس الجائحة أعطتنا مجال إنه فعلا نطلع صحيح. أولادنا بطريقة مختلفة صحيح. نشوف مهاراتهم بأشياء تانية، في أطفال بلشوا يرسموا يكتبوا قصص يس فخلينا فخلينا معاهم شوي يعني step by step. وحتى لو رجعنا للتعلم الوجاهي ورجعنا للمدارس، أنا مع أنه نستمر مع منصات ونستمر عن التعلم عن بعد، ونضل نفتح هاي الدروس ونضل نشوف هاي الفيديوهات زي كأنها أستاذ خصوصي معي، مرجع واحد بالضبط من المراجع اللي أنا ممكن أتعلم منها. فخلينا شوي 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 لبين ما فعلا نتعود. ما بنعرف بكرة إيش ممكن يصير في الدنيا وشو أشياء إحنا فعلا بحاجة إلها. طيب خلينا نحكي بشكل مفصل دكتورة عن حاجتنا للتعليم عن بعد، حاجتنا يعني لمنصة زي منصة أبواب، فيما لو رجع التعليم الوجاهي كامل بإذن الله بالنهاية هو حيرجع. إيش بالضبط. هاي التجربة أنا ممكن أستفيد منها؟ أنا ما بحب نقول إحنا عملنا تجربة التعليم عن بعد وخلص خلصناها عشان الظرف الطارئ، ولما خلص الظرف الطارئ انتهى موضوع التعليم عن بعد. بالضبط. أتوقع إنه هاي حجرة أساس كويسة عشان نعمل إشي افضل. بالضبط. هلا انا بدي ارجعك لاول جمله حكيتها، حكيت ابواب كانت من 2019. هذا الحكي معناه انه احنا مش كنا بس عم نفكر مشان الازمات ولا مشان انه نيجي في مرحله معينه وخلص يلا، عم نفكر عشان توجه معين. بالضبط. عم بنفكر مشان احنا وصلنا لمرحله بدنا مفهوم مختلف للتعلم. شو يعني مفهوم مختلف للتعلم؟ انا ما بدي الطالب يضل ملتزم بمكانه بالمدرسه ويلا يتلقى الدروس. كلنا تعلمنا بالمدارس وكلنا واجهتنا بعض التحديات المعينة، فإحنا مشان هاي التحديات بدنا نخلي الجيل الجاي يكون صحيح. جاهز لأي إشي صحيح. فشو أنسب إشي إني أعلمه؟ أعلمه حسب قدراته. فهلأ شو بده يصير بهاي المنصات بعد ما نرجع للمدارس؟ ببساطة زي ما حكيت قبل شوي، هي بدها تكون مرجع إلي، ممكن تكون أستاذ مساعد إلي. أنا ما فهمتش نقطة معينة بالمدرسة برجع بفتح الفيديو بشوفه. وفي شغلة كمان حلوة بأبواب، إحنا عم نعمل بعد كل لسن امتحان، بعد كل وحدة أوكي. في اختبار حلو. وبالنهاية عم نعطيه كمان اختبار، فبيقيس هو قدراته، بيجرب، بحل أسئلة أكثر من مرة. موضوع التفاعل مع الأسئلة بيخلي الطالب نفسه يصير يقيم نفسه، وكمان بيعطي لولي الأمر إنه بينبعث له إنه ابنك اجتاز الامتحان بعلامة كذا، فبصير هو عم بيتابع تطور ابنه وعم بيشوفه وعن قرب موجود معه. فهذا الاشي بيخليه يصير يعرف وين أنا بدي أشياء أغطيها وأبلش أشتغل عليها. فمثلا أنا ضعيف بالأحياء، فبصير أحضر فيديو أحياء، بصير أشوف المس، بصير أدور. خاصة إنه حطينا هلأ ابحث، فمنعطي الطالب إنه خلص المعلومة اللي هو بده إياها، بدل ما يرجع مثلا وصير يدور عليها بكل الفيديوز، بس بحط عنوان الدرس بلاقي الاشي اللي بده إياه. فبنحاول قدر المستطاع إنه نشوف الطالب شو بده ونشتغل حتى التقنيات اللي موجودة بما تتناسب مع احتياجات الطالب وشو هو بده. فكثير بنشوف طلاب بنقعد معاهم نعمل فوكس جروب، بنسألهم شو بدهم، بنعدل. الحلو بأبواب إنها مرنة، يعني أنا هلأ ما باجي بحكي لك هي خلص هي هيك طلعت وهيك بدها تضل، ما في إشي اسمه هيك بدها تضل، طالما الإشي تفاعلي، طالما عم بتطور. بالضبط. وطالما في تفاعلي، طالما إنه في أشياء أسئلة عم ننسألها، وفي زي هيك بنحكي ضوت اللمبة عندنا في كتير مواضيع من خلال الطلاب نفسهم. يعني هم أصحاب فكرة إنه أنا بدي أعمل بحث على الموقع،
فحطنا لهم هذا الفيتشر مثلا يعني بيطلع منهم الطلاب اشياء الطلاب بصيروا اصلا مصدر داتا يعني انت بس تتعرفي اكثر على اهتمامات الطلاب بالضبط. بتوسعي مثلا خلينا نحكي السيجمنتس اللي عندك الموجوده بالضبط. في المنصه اكثر والتفاعل انا بدي احكي شغله مهمه راح ارجع اركز على هذا الموضوع اتوقع انك انت بتأيديني فيه موضوع المتعه والتفاعل بالضبط. يعني انا هذول المهمات خليني اكون صريح اوكي انا درست في مدرسه كانت بالنسبه لي طول حياتي الدراسيه المدرسه هم المدرسه عبء ما بعرف ليه خلص هاي صحوة الصبح كنت ادخل على المدرسه مرتب حالي حط جل المدير المدرسه يحممني الصبح ممنوع الجل ممنوع الجل ممنوع الطاقيه ممنوع كذا انا مش عارف شو تاثير الطاقيه والجل على التعليم يعني اذا الجل بيعمل طبقه الداتا ما بتدخل على مخي انا موافق اما غير هيك لا فهذا اللي بحكي فيه للاسف ما كان في متعه وما كان في محبه كنا مثلا مرات نتاثر بمعلمين واساتذه الاستاذ يكون كاريزما وخفيف دم وبتحبه طالما انت حبيته طالما حبيت الماده بالضبط. هذا اللي انا بحكي فيه طالما انا عم بفوت على ابواب عم بحب اللي عم بشوفه من جرافيكس من تجاوب من لطافه الناس اللي عم تعطي بالضبط. الفيديوهات القصيره هاي هون انا صنعت المحبه وصنعت برضو الاستمتاع فهذا اللي بنحكيه كمان للاهالي بالضبط. انه انت ابنك دور وين بيستمتع يعني راح يفوت على ابواب راح يلاقي ابواب في متعه في عندنا استمتاع وفي عندنا برضو استفاده بالضبط يعني بالنهايه انا بدي اخليه يتعلم بدون ما يشعر حاله انه مثقل بشيء اسمه تعلم والشيء الحلو كمان انه الماده بنحاول كلنا اخذنا تفاضل وتكامل بالتوجيهي صحيح. يعني عباره عن هيك ولا كالكولس لما نفوت الجامعه يعني تحس انه صحيح. شو الشيء اللي احنا شايفينه اللي بنحاوله مع الطالب انه ليه بندرس تفاضل يعني وين راح اشوفها انا وين راح اشوفها في حياتي مثلا ماذا شبه الشاعر الصوره شو بدي شو بدي يعني فيها محمد شاكر مش راح يسالني ماذا شبه الطرفه على الهواء بالضبط فانه لا يعني في اشياء بنربط له اياها بالواقع انا ليش صحيح. عم بدرس فاذا هو عرف انه فعلا هاي انا معقول انه راح اشوفها فبنحطه بهاي بنحطه بهاي الحاله بنخليه انه يعيش الدور فعليا ويبلش يشتغل عليها على سيره محبه الطلاب في احد الطلاب اللي جبناهم عملنا معهم فوكس جروب فهو كان انه بده يطلب شغله هيك اضافه اشي فبنحكي له بنقدر نعمل وكذا بحكي والله انا حابه بس خايف اغلبكم فانا هيك بطلع فيه بقول لي الله قديش بحبنا يعني هو انه خايف يغلبنا حلو هذا فبالضبط يعني احنا بنحب انه الطلاب يحبونا لانه بالنهايه اذا حبنا رح يتعلم ورح يسالنا رح نكسر الحواجز اللي بيننا فقد ما هو راح يسأل قد ما إحنا راح نتفاعل قد ما راح ننمو وبالنهاية هي عم فعلا كل حدا عم بفتحها وبيشتغل فيها منصة أبواب وبتعلم من خلالها راح يشعر إنه بصمته موجودة والله الإشي اللي أنا فكرت فيه وبعت لهم إياه هاي عملوه ردوا علي فراح يشعر إنه هو فعلا معانا في المؤسسة شو عم استناه بعصاية على الطابور الصباح لا هذا أهم إشي طبعا هلا إحنا بنحكي عن شراكة طقس العرب مع يعني موقع أبواب اللي بدي أسأله حكيتي بالبداية كنتوا ب 2019 أو من الاستراتيجيات المحطوطة إنه لما تتلج الناس تلجأ لأبواب فإحنا نحكي عن موضوع الممكن خلينا نحكي الأحوال الجوية اللي متعرض لها إنه الطالب يعطل كيف ممكن إذا الطالب عطل لظروف جوية معينة زي الثلج بالشتاء إلى آخره برضو إنه بلاقي في تعويض عن حصة واحدة مثلاً أو حصتين ممكن يلجأ لأبواب على طول هو معطل هلأ الإشي الحلو بمفتاح أبواب إحنا ما بنسميها بطاقة كونه أبواب فمفتاح يعني أوكي. لها مفتاح أبواب صالح لمدة سنة إيش حلو. يعني سنة إنه معك كل المادة الدراسية تبعتك فالوقت اللي بيروح عنك بالمدرسة لنفترض كنت أنت عم تدرسه هلأ بالوحدة الثالثة أو بالوحدة الثانية عادي ببساطة بتفوت بتشوف الوحدة بتدرسها بتتفاعل معها أي أسئلة بتبعت الأستاذ بيجاوبك ففي عملية تفاعل إحنا موجودين معاهم كداعمين للتعلم صح ما بنعطي شهادات يعني إحنا مش بديل عن المدرسة لكن إحنا داعمين في عملية التعلم أحد مراجع التعلم اللي ممكن يستفيد منها الطالب وبنفس الوقت يعني أنا عم بطلع كثير ناس عم تشكي من قديش بياخدوا دروس خصوصي وقديش بيدفعوا للأساتذة الخصوصي فإحنا ممكن كمان نحمل هذا الجزء مع الأهالي وهذا الإشي اللي إحنا بنفكر فيه إنه خليهم يتعلموا بطريقتهم بالوقت اللي هم بدهم إياه كدرس خصوصي وبندعمه وإحنا معاه للأخير يعني ما في طالب مثلا بيجي بأخذ مفتاح أبواب وإحنا بنستغني عنه نضل معاه ليخلص
كامل الكورس واي ممتاز. سؤال حتى بعد ما يخلص احنا كمان معاه. ممتاز ممتاز جدا يعني الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. دائما بنحب هاي الافكار الرياديه اللي رائعه، الافكار الداعمه، بحاجه دائما لنطلع اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوها، خارج الصندوق حتى بالتعليم، نكسر هذا الشيء القالب الجدي شوي. انا بدي اشكرك، اشكر وجودك معي، وانا كثير اشكرك. انا استمتعت جدا معك باللقاء، ما بالي بس افوت يعني، ما بالك يفوت على ابواب وفعليا خليه عن جد الكل هلا مثلا اللي عم بيشوفنا جد جربوا فوتوا، في كثير اشياء مجانيه ما بدها مفتاح، واللي بده المفتاح يرن على التليفون الحكينا، فراح تشوفوا انه فعلا راح تنجذبوا، في متعه في استفاده، وبنتقبل كمان ملاحظات وتغذيه راجعه واحنا جاهزين. بدي اشكر وجودك معي دكتوره وداد الجمل، يعطيك الف عافيه. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. صباح الخير وان شاء الله يا رب يومك يكمل على خير، تكون كل الامور ميمة. الله يسلمك يا رب. اذا مشاهدينا الاعزاء راح ننتقل مع بعض على فاصل ونرجع نكمل معاكم اخر فقره ببرنامج جوك. طار الثلج ولا لسه موجود؟ جاي حبك على الطاحون يا محمد الشاكر. يلا خليكم معنا.